عليكم. فدان باولوني عربي من تاريخ الزراعة سنة و4 أشهر، من تاريخ الزراعة سنة و4 أشهر، من تاريخ القطع 8 أشهر، الصيف الثاني، تربية صاج، الطول 9 متر، أقل حاجة 8 متر. إحنا عايزين تعدي ال 4 متر، ومحدش يكون يا دوبك عدى ال 4 متر يقول لي اشمعنى دي 8 متر، كل أرض غير التانية، كل مية غير التانية، كل ظروف غير التانية. إحنا أهم حاجة عندنا نعدي ال 4 متر. عديت ال 4 متر يبقى مزرعتك نجحت الحمد لله. لكن عندنا مزارع عدت ال 6 متر يبقى خير وبركه. عندنا مزارع عدت ال 8 متر ووصلت ل 9 متر، ان احنا تفوقنا على الخارج اللي بقى له 20 30 سنه بيزرع بولونيا، واحنا يا دوبك بنزرع بقى لنا سنتين بس. المانيا البلد الوحيده اللي بتعدي ال 6 متر، والكلام ده على النت سهل قوي ان انتوا تجيبوه. احنا بنقطع بعد اول صيف عشان تربيه جدر، ثاني صيف تربيه صاج، بنعدي ال 4 متر. العالم كله بيعمل كده. ألمانيا بتقطع تاني صيف وتالت صيف، بتقطع سنتين، بتعمل سنتين تربية جدر عشان تعدي 6 متر. تعدي 6 متر ليه؟ لأن ألمانيا بتبيعها صواري للسفن، اللي هي المراكب الشراعية والمراكب الهوايات الرياضية، لأن بتبيعها غالية جدا، فبتربي جدر سنتين، عشان كده بتعدي 6 متر. لا احنا الحمد لله الحمد لله ربنا جدر سنة واحدة أو صيف واحد وجبنا 9 متر. عشان كده بنقول باولونيا عربي تنفع في مصر وجميع الدول العربيه والشرق الاوسط كله. ربنا يبارك لصاحب المزرعه. اي حد عدى ال 4 متر يبقى خلاص تربيه الصاج نجحت عنده، وبعد كده من السنه الجايه تربيه خشب باذن الله، وهنتفوق على العالم كله برضه باذن الله. مع السلامه. احنا هنا بنقيس الشجر عند الراجل تقريبا، تمام. انزل بقى تحت خالص بالمتر، مش مشكلة. جايبة الآخر نشوف الآخر إيه؟ في بتاع هي كده 70 سم فوق. هي فين اللي مش شايف عليها؟ 48 ماشي، ومش جايبة الآخر. ماشي، ثواني كده نبص نشوف الآخر اللي فاضل قد إيه؟ بتاع نص متر أو 60 سم أو 70، بتاع متر إلا ربع أو نص متر، يعني 9 متر. دي كده 48، غير إنها مش جايبة الآخر. تمام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك له في ارضه. معانا 9 متر، وبعدين مش 9 متر واحده، لا الشغل 9 متر، يعني اللي جنبها هي نفس الشيء، اللي جنبها هي نفس الشيء. يعني لما نقف كده، تعالى كده، تعالى كده، اما نقف كده اهي 2 3 4، اللي تنقص عنها تنقص نص متر، تنقص ربع متر، تنقص متر الا ربع، يعني احنا بنتكلم من 8 ل 9 متر. ربنا يبارك له. يعني في مجهود شديد اتعمل، في تقليم قوي اتعمل، في التزام انه ما بيزرعش اهو تحتيها، في التزام ان الميه كل 3 اسابيع او كل ما الارض تحتاج هو بيراقب الارض، بيسيبها لما تنشف خالص ويتاكد، وبعد كده يديها الميه بتاعتها ما بتقلش عن 3 اسابيع. في حمض الفوسفوريك اللي ما بنستغناش عنه بيحطه في كل رايه مع بقيه البرنامج السمادي اللي احنا كاتبينه له، هو ده السبب في انه عمل الكلام دوت. طبعا احنا قلنا عايزين الصيف الثاني تعدي ال 4 متر، يعني هنا دي ان شاء الله ان شاء الله حاجه من الاثنين، يا هيقطع بدري عما احنا بنقول، يا هيقطع في نفس الميعاد، بس هيبقى معاه دبل دراسه الجدوى. ربنا يبارك له. مزرعه باولونيا عربي، معلش عشان في ناس كتير اتدبست وبدأنا احنا نقول الكلام ده بالذات. مش بولونيا الدول البرد، مش بولونيا الدول اللي مش عارف ايه، بولونيا عربي. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ماشي، نكمل بعد الاذان. بولونيا عربي جابت 9 متر في الصيف تربية الصاج. مع السلامة.